اتحاد العاصمة الذي صعد إلى مركز الوصافة في الجولة الماضية يريد القفز إلى الريادة في هذه الجولة مستغلا غياب المتصدر والملاحق المنشغلان بالمشاركة الإفريقية. أبناء سوستارا يعولون على المواصلة بنفس الديناميكية من أجل العودة بنتيجة إيجابية من ميدان أمل الأربعاء الباحث بدوره على نقاط تعزيز الرصيد. أما نادي بارادو والعائد بنقطة في الجولة الماضية من ميدان أولمبي شلف يريد البقاء على مقربة من البوديوم وما عليه سوى اجتياز اختبار الحمراوة بنجاح، والمهمة ليست سهلة أمام فريق يريد التسلق أكثر في جدول الترتيب. مولودية الجزائر تريد الانطلاق بقوة في مرحلة العودة لدى استضافتها نجم مقرى المنتشي بالفوز في أولى مباريات مرحلة العودة، وهو ما يجعل المباراة مفتوحة على كامل الاحتمالات. أولمبي المدية المتواجد في المنطقة الحمراء أمام حتمية الفوز، ولكن المهمة لا تبدو سهلة أمام الضيف أولمبي شلف الذي يسعى لتعويض ما فاته في الجولة الماضية. نصر حسين دا يريد تجاوز الضيف هلال شلغوم العيد في الترتيب، ولن يكون ذلك إلا بالفوز عليه في مباراة يحاول فيها الضيوف العودة بأخف الأضرار. ديربي الغرب بين صاحب الصف الأخير وداد تلمسان وسريع غليزان صاحب المركز ما قبل الأخير بشعار تضميد الجراح والانطلاق من جديد. مباريات الجولة تتواصل يومي الأربعاء بتنقل الرائد شباب الوزداد لميدان شباب قسنطينة، والخميس والقمة بين شبيبة القبائل ووفاق سطيف على أن تستكمل الجولة ببرمجة مباراة اتحاد بسكرة.